يبدو أن عجلة فارسي الفوسفات قد أصابها الصدأ، أو أن الفريق قد أرغم على الانصهار في مرحلة بيات شتوي، رغم أن الربيع باتت تلوح تباشيره. بالأمس كبح جماح الأولمبيك من جديد، ووقفت عقارب عداده عند البياض أمام فرسان زمور الذين واصلوا صحوتهم وخطهم التصاعدي. بالعودة إلى فصول المباراة، فمجرياتها لم توثق لأحداث تذكر، بل أن نسقها كان باردا برودة طقس مدينة خريفقة، رغم أن بكر الهلال أراد أن يبكر بالتهديف ويجدد الوصال مع الأفراح. فاتحي نجم اتحاد الخميسات رد بالمثل، والاستعصاء لغة واحدة. المباراة توصلت بين مد وجزر، محاولة هنا وأخرى هناك، والشباك ظلت عذراء. بكر الهلال من جديد كاد يكسر الروتين ويبدد البياض، لكن العارضة هي الأخرى قالت لا، لتخلص النتيجة للأصفار وتطوى صفحات المواجهة بتعادل طعمه بياض في انتظار مقبل الدورات. نعم، اكيد بان فريق اولمبيك خريبكا يعني كيضيع بعض النقاط بالميدان بعد الهزيمه ديالو، ولو انه قدم مباراه كبيره من فريق الوداد البيضاوي امام اتحاد زمور الخميسات. يعني شاهدنا مباراه يعني، وهنا كيكون التساؤل حول المستوى ديال الفرق اللي كل مباراه وكيتبين حسب الظروف اللي كتجرى فيها المواجهه. فاولا النتيجه كتعكس كتعكس ربما المقياس ديال المباراه، ثم شيء اخر هو ان اولمبيك خريبكا يعني هاد السنه مغاير للسنوات اللي كنا كنعرفوا عليه، فريق متكامل ما عندوش اسماء كبيره، انما تيكون دائما كان الاداء ديالو جماعي، وهذا ربما الذهاب ديال بعض اللاعبين اللي هما غادروا الفريق فخلاو ان داك التوازن ما يبقاش في السيروره ديال هذا الفريق، في الوقت اللي انه فريق الخميسات عرف كيفاش ينتزع النتيجه ديال التعادل، يعني باسلوب تكتيكي عادي ربما كيحتاج اسلوب، يمكن بعض الاحيان كيختل المباراه، يمكن ان نستغل الحضور ديالك لان سي محمد تيموم كان واحد من اللاعبين اللي كيصنعوا يعني الفرجه وكذا كصانع الالعاب وهداف وقناص ديال الاهداف، لماذا يعني هاد اللاعبين ما بقاوش عندنا في البطوله الوطنيه يا سمعنا؟ فهذا الشيء ربما خصو وقت طويل باش يمكن نتكلموا عليه، انما حنا بغينا بزاف ديال التيمومي وبزاف ديال بودربالا الان ما بقيناش كنشاهدوا هادشي في البطوله. هذا رجع ربما للموهبه اللي يمكن تقلصت نسبيا، ثم الاجتهاد ديال كل لاعب، يعني حنا في البدايه ديالنا ما كناش حنا نجوم حاضرين بالثقل ديالنا بالوزن ديالنا بالمقومات اللي عطاها لنا سيدي ربي، ولكن الانسان تيشتغل وتيستمع للمدربين اللي تيمر بهم وتيحاول انه ما امكن انه يسقل الموهبه ديالو ويوصل للشيء اللي وصلنا ليه. فربما هذا اشياء اللي كنفتقدوها الان داخل البطوله، ربما التغييرات ديال التكتيكيه اللي ولات، ربما الصرامه في العمل على المستوى القاعده بطبيعه الحال، هذا شيء اللي يمكن يكون المستقبلي واللي كتفرضوا اللعبه يعني في هذا الوقت. فلازم نواكبوا باش نواكبوا المسير الايقاع اللي هو خارج البلاد يعني على مستوى احترافي، خاصه وانه الان تنشدوا بهذا النظام، فاكيد بانه خصنا العمل القاعدي نعطيوه التاطير الجيد ديالو. نعم، نمشيو نتابعوا الان جوج ديال التصريحات لعبد العزيز كركاش مدرب فريق اتحاد الزموري للخميسات، ويوسف المريني مدرب فريق اولمبيك خريبكا. وكنظن بان الشوط الاول يعني الفريق ديالنا ما ظهرش بواحد مستوى جيد، كانت يعني الفريق الخصم لعب بطريقه يعني دفاعيه محضه، ما لقيناش الحلول. الشوط الثاني كان يعني كان فيه متغيرات بشريه اعطتنا بزاف ديال الحلول، مع الاسف ما كانتش يعني فعاليه هجوميه اللي تخلينا ننتصروا اليوم، رغم ان السيطره مطلقه في الشوط الثاني ديال الفريق ديالنا، يعني ما تاح حتى شي فرصه ما عدا يعني ضربه خطا بالنسبه لاتحاد الزموري خميسات. انا سيبي لو جو مي سيتي فولي، انا ريستي ديغيير اون اوبسيرفي لو جو اون سورتي 3-4 جوار. On a failli surprendre l'adversaire par pas mal de fois. On a obligé l'adversaire à jouer très long. Khribga, c'est une très bonne équipe. Elle a fait le jeu. Oui, on a subi, certes, mais c'était un choix. مباراة القمة عن هذه الدورة هي اللي دارت بملعب المسيرة بأسفي، وجمعت بين فريقي أولمبيك أسفي وفريق الوداد البيضاوي. فريق أولمبيك أسفي اللي كيقود الآن جواد الميلاني.